ولمناقشة الأزمة السورية ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل العسكري والسياسي السوري العقيد أحمد الحمادي. سيادة العقيد، مرحبا بكم. لنأخذ بداية تصريح وزير الدفاع التركي، حيث يقول إن قوات بلاده وبمصاحبة قوات أمريكية ستقوم بتسيير دوريات في مدينة منبج. بداية، بصفتكم خبيرا عسكريا، كيف ترون هذه الخطوة في إطار الصراع على المدينة؟ السلام عليكم. عليكم السلام. لكم ولمشاهديكم، وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. دائبت تركيا منذ أعلن حزب العمال و اليبيكي أنها سيطرت على منطقة منبج وسيطرت على مناطق واسعة، وأنها تنوي إقامة كيان كردي في تلك المنطقة وسمته روج أوفا. عندها أرادت تركيا أن تنهي هذا الوجود بأشكال متعددة عن طريق المناطق الآمنة، لكنها لم تفلح مع الولايات المتحدة، فكانت عملية درع الفرات لطرد تنظيم داعش في تلك المنطقة لفصل المنطقة الشرقية شرق الفرات عن غرب الفرات، وكانت العملية الأخيرة عملية غصن الزيتون. الولايات المتحدة تعهدت في 2016 بلسان جو بايدن بخروج القوات الكردية أو وحدات الحماية الكردية من منطقة منبج شرق الفرات، إلا أنها لم تفلح سياستها في هذا الأمر. تركيا أصرت هذا ووضعت خيارات، الخيار الأخير كان قالت تركيا بأنها إذا لم تنسحب هذه الوحدات فستكون هناك عملية عسكرية، وتأثرت العلاقات التركية الأمريكية بشكل كبير وتهديد بإغلاق إنجرليك، ومعروف بأن تركيا هي القوة الثانية في حلف الناتو. لذلك مع وجود وزير الخارجية الجديد بومبيو، وتم الاتفاق على خروج الوحدات الكردية من منطقة منبج وإقامة علاقات مشتركة أمنية بين تركيا والولايات المتحدة، ومن ضمنها كما قال نور الدين جينكلي اليوم تسيير دوريات مشتركة وإقامة حكومة أو إدارة ذاتية من المنطقة، وربما قوات من المناطقية التي تكون ترضى عنها الولايات المتحدة وكذلك تركيا. المهم لدى تركيا أن تخرج وحدات الحماية الكردية شرق نهر الفرات، وأن لا تكون هنا في هذه المنطقة القريبة من الحدود بحدود 30 كيلومتر من الحدود التركية أي وسائط نارية قد تصل إلى الحدود التركية من هذه المنطقة. سيادة العقيد، الاتفاق التركي الأمريكي يثير يعني التساؤل حول علاقة الولايات المتحدة بالميليشيات الكردية. دوافع أمريكا وراء الاتفاق مع الأتراك الذي يصب في غير صالح الميليشيات الكردية، لكن السؤال هنا، هل تخلت الولايات المتحدة عن قوات حماية الشعب الكردية؟ الولايات المتحدة تتخذ وحدات الحماية الكردية وسيلة لتحقيق أهداف معينة ولمحاربة تنظيم داعش، وقالها الأمريكيون أكثر من مرة. يعني لا، بالنسبة للولايات المتحدة تريد الموائمة ما بين حلفائها، حلفاء دائمين كتركيا، وحلفاء مؤقتين يمكن استخدامهم ويمكن يعني نفض اليد منهم كوحدات الحماية الكردية. لقد تخلت الولايات المتحدة عنهم في منطقة عفرين ولم تسعفهم، وسمحت للقوات التركية باجتياح تلك المنطقة والسيطرة عليها. اليوم كذلك يعني بدون أي تفاهم مع هذه الوحدات أعلنت الولايات المتحدة انسحاب شركائها أو حلفائها في هذه المنطقة وحدات الحماية الكردية، وتركيا قالت بأن هذه العملية لن تقتصر على منبج وربما تمتد إلى مناطق أخرى كالرقة وعين العرب. بالنسبة للولايات المتحدة اليوم يهمها محاربة تنظيم داعش كما تدعي، وكذلك يعني ابتزاز شركائها كالأتراك في مسائل معينة. سيادة العقيد، هل يمكن أن ينسحب الاتفاق التركي الأمريكي على مدن سورية أخرى؟ إلى أي مدى أيضا يمكن أن يستفيد النظام من الانسحابات الكردية؟ بالنسبة للنظام، بالأمس قال ماتيس وزير الدفاع الأمريكي بأن أي انسحاب غير محسوب بالنسبة
تصب في مصلحة النظام وحلفائه، ولا أتوقع بأن هناك انسحابات أمريكية لصالح قوات النظام، لأن الولايات المتحدة اليوم تسعى إلى قطع الطريق من طهران وحتى البحر المتوسط، وهي عاكفة على تضييق على الوجود الإيراني في سوريا، وكان هناك شرطا إسرائيليا وأمريكيا كذلك من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي بأن تخرج إيران من سوريا. لذلك لا أتوقع أن تنسحب الولايات المتحدة من تلك المنطقة، والمعروف بأن لا توجد قوات سورية بالمعنى الخالص. هي اليوم حسن نصر الله يقول بأن لا توجد أي قوة في الأرض تخرجه من سوريا، هو محتل لسوريا. من المنطقة التي في البوكمال هناك أتى قاسم سليماني ليقود المعركة بنفسه في تلك المنطقة ويسيطر عليها. إذن المعركة هي معركة إيرانية بامتياز، هي تغيير ديمغرافي، هي احتلال بواجهة من قوات النظام. من اسطنبول المحلل العسكري والسياسي السوري العقيد أحمد الحمادي، شكرا جزيلا لكم.